والفطام مش بالمعنى الدارج. اي واحده هتسالها الفطام يعني ابنها اتفطم، يعني بطلت بطل ياخد بريست في ميلك. لا، احنا مش ما نقصدش بالويننج هو ستوبج اوف بريست ميلك، احنا بنقصد الويننج بدايه introduction of solid food other than milk in the infant's diet to complement that nutritional gap. يعني ايه nutritional gap؟ مع التقدم في العمر في العام الاول بيبتدي اللبن الام لا يكفي سواء في الكوانتيتي بتاعت الكالوريز اللي البيبي محتاجها او في الكواليتي لبعض الاليمنتس اوف نيوتريشن. يعني سواء في الكوانتيتي او الكواليتي لا يكفي، فبنسميها نيوتريشنال جاب. When to initiate weaning؟ امتى بنبتدي بدء الفطام؟ المفروض كنا زمان، يعني لو انتوا بتاخدوا نفس المحاضره دي من 20 سنه كنت هتلاقي اول سطر should be started at the age of 6 months، بادي عند 3 months و 2 months كمان. اخر 10 سنين ال WHO والامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس طلعت ريكومنديشنز جديده وقالت it should be started at the age of 6 months بالذات الانفنتس اللي اكسكلوسيفلي عايشين على البريست ميلك. ليه مش قبل كده؟ لان قبل كده بيعرض الطفل لريسكس كتيره وon top of them allergies. وفي حاجه اسمها الجات جاب وتفاصيل يعني مش عليه. Weaning below 4 months of age is associated with risk of infection and later overweight. وخلي بالك الاوفر ويت دي بقت مشكله ابيديميك عالميه. الاوفر ويت ان تشيلدرن زاد جدا. ام ثانيه تقول لك بالعكس، طب اخر الويننج اكتر من 6 مانس عشان احميه من الالرجيز و و و نقول لها لا، ديليد ويننج مور ذان 6 مانس اوف ايج از نوت اسوشيتد وذ الرجي بروتكشن. طيب ايه هو الراشونال المنطق والتفكير العلمي وراء هذا؟ اول حاجه انا عايز اعمل عايز استنى لغايه لما يبقى عندي ماتوريشن للجي اي تي دايجستيف انزيمز، مستني الانزيمز تبقى جاهزه. تاني حاجه نيورولوجيكال ماتوريشن سواء في الهيد سبورت وكان اتمت سيلف فيدنج والبالمر جراسب اللي بتظهر عن 6 مانس خدتوه في جروس اند ديفلوبمنت، ترانسفير اوبجكت، بينسر جراسب، كل دي حاجات مستنيها تظهر عشان تساعدني في الراشونال بتاع الايه؟ الفيدنج. ديفلوبمنت اوف انفانت فيدنج سكيلز والاورال كافيتي انلارجز. وهتلاقي حاجه اسمها لوس اوف اكستروجن ريفلكس، ودي نقطه مهمه. بنستنى عند 6 اشهر لغايه لما الاكستروجن ريفلكس ده يختفي. ايه هو معنى كلمه اكستروجن باللغه الانجليزيه؟ دي مش كلمه طبيه، حد يقدر يقول لي معنى كلمه اكستروجن؟ يا شباب يا شباب. ايوه دكتور، هو يجي معنى اللفظ مثلا او الاخراج. قصف او لفظ، يعني اي حاجه سيمي سوليد، اي حاجه سيمي سوليد تتحط بدري، يعني تتحط على الفرونت اوف ذا ماوس يقوم لافظها يقذفها. تقوم تقول لك ده بيتف، اي حاجه اكل بيتف. يبقى في ريفلكس ان اي حاجه سيمي سوليد مش ميلك تتحط على الفرونت اوف ذا ماوس يقوم ايه؟ يلفظها او يقذفها. يبقى احنا عايزين نستنى اللوس لما يختفي هذا الريفلكس انه يبقى ريدي تو ترانسفير فود فروم ذا فرونت اوف ذا ماوس تو ذا باك. في نفس الوقت الجاج لوكس، جاج ريفلكس موفز فروم ميد بورشن اوف ذا تانج الى البوستيريور تانج، يبقى كمان الجاج هيقل. يبقى انا استنى لما اللوس اوف اكستروجن ريفلكس يختفي والجاج لوكس موفز فروم ميد بورشن تو بوستيريور تانج. واضح الكلام؟ مفهوم؟ واضح يا دكتور وحضرتك. أيوة تمام. دكتور هو ده اللي اسمه القشط او القشاط او لا لا لا، القشط ده ريجرج جاسترو اسوفجيال ريفلكس، يعني الحاجات الكونتنت في الاستومك كانك عارف انت بالكبير كانك عندك حموضه كونتنت بتاعت الاستومك بتطلع لك، انما لا ده احنا بندخل له اكل على طرف لسانه يروح تفه لفظه لسه لا بلع ولا عمل حاجه. فاهم في الفرق؟ الريفلكس ده اللبن نزل المعده الاستومك
وبعدين ايه عشان اللور اسوفيجيال سفنكتر لسه مش بقوه كافيه اما حصل ريفلاكس ارتجاع في المريء، دي حاجه تانية خالص. اوكي طب طيب دكتور يعني ايه جاك لوكس؟ معلش يعني ايه جاك لوكس هيتحول؟ اللوكيشن بتاع الجاج، اللوكيشن بتاع الجاج ريفلكس بدل ما هو انت عارفه الجاج طبعا بدل ما هو في الميد بورشن اوف ذا تانج رجع لورا، وبالتالي الولد مش هيعق، مش هيحصل جاج، مش هيعمل كده لما الاكل يتحط على الميد بورشن اوف ذا تانج. تمام؟ تمام ماشي اوكي. الانرجي ريكوايرمنتس بير ويت جرادلي ديكريز. يعني يعني لو هو عايز الطفل حديث الولاده عايز 100 ل 120 كيلو كالوري بير كي جي بير داي، يعني هو 3 كيلو 3 في 120 360 كيلو كالوري. اي نعم هو لما يكبر هيعوز اقل بير كي جي، يعني هيعوز مثلا 80 كيلو كالوري بير كي جي بس وزنه زاد، يبقى الانرجي ريكوايرمنتس بير ويت جرادولي ديكريزز بات انكريزز ان ذا ابسولوت اماونت. 80 كيلو جرامز اكتر هيبقى الابسولوت اماونت زاد، وبالتالي هو محتاج انرجيز اكتر. توتال كالوريز نيدز انكريزز از ذا فيزيكال اكتيفيتي انكريز، هيبتدي يتحرك يجري يتشقلب يمشي بتاع محتاج كالوريز اكتر. وذ فوليوم اوف ميلك انتيك ديكريزز اوفر ذا فيرست يير اوف لايف، يبقى من ناحيه الانرجي ان هو الانرجي ريكوايرمنتس بير كي جي اي نعم قلت بس الابسولوت اماونت بتاعها زاد، والكالوريز بتزيد لما الفيزيكال اكتيفيتي بيزيد، والفوليوم اوف ميلك انتيك ديكريزز اوفر ذا فيرست يير اوف لايف. والبروتين ريكوايرمنتس بير ويت بنفس المنطق ويت جرادولي ديكريزز بات انكريزز ان ابسولوت اماونت باي ليت انفانسي. انفانسي اللي هي مرحله الرضيع، كلمه انفانت يعني رضيع. الليبيدز كونتريبيوت. ممكن سؤال؟ ايوه مش اول جمله اللي هي energy requirement per weight gradually decrease but increase in absolute amount، ممكن بس حضرتك توضحها لي؟ حديث الولاده وزنه كام؟ 3 كيلو، كويس؟ هو محتاج 120 كيلو كالوري بير كي جي بير داي، يبقى الابسولوت اماونت اللي محتاجه في اليوم كام؟ قول لي كام؟ وزنه 3 كيلو يبقى هو محتاج بير داي كام كيلو كالوري؟ بقى 3 في 120 ايوه 360 كيلو كالوري، صح صح ولا غلط؟ تمام. طيب مع تقدم في العمر وزنه بقى 10 كيلو بس هو مش محتاج 120، نقول مثلا محتاج 80 او 70. 70 في 10 بكام؟ 700. الانرجي ريكوايرمنت بير ويت جرادولي ديكريز، بس لا ده هو وزنه بيزيد يبقى انكريز ان ابسولوت اماونت، يبقى الكالوريز التوتال كالوريز زادت عليه عايز اكتر. تمام جات ات. تمام. الليبيدز، الليبيدز كونتريبيوت اكاونت فور 50% اوف ذا كالوريز ان ذا هيومن ميلك، وده مش النورمال ديستريبيوشن للانرجي، المفروض ال 50% يكون من الكربوهيدرات. الكربوهيدرات is the main source of energy، مفروض انها provide 50% of the daily energy. والمايكرونيوترينتس برضو في gap between the intake human milk and the requirements is highest for، يعني ايه اكتر المايكرونيوترينتس اللي لبن الام قليل فيها؟ على رأسهم الايرون، بالرغم ان انت لما بتدرس من advantages of breast milk ان البريست ميلك بالمقارنه بقيه الالبان عنده هاي بايو افيلابيليتي فور ايرون، يعني امتصاص الايرون في خلال هذا الوسط اللي هو بريست ميلك عالي، اعلى من الفورمولا او اعلى من اي لبن تاني، الا ان هو نفسه ديفيشنت في الايرون. فاهم الفرق؟ يعني لو الايرون الايرون القليل اللي فيه اي نعم هاي بايو افيلابيليتي بس هو نفسه ديفيشنت في الايرون، وبالتالي بندي ايرون سبلمنتيشن شود بي ستارتد ات 4 6 مانثس اوف ايج. الزنك نفس الفكره، محتاجين ريد ميت اند ليفر ا بيست سورس فور زنك ان دايت. الفيتامين دي روتين، ده بقت وورلد وايد ان احنا لازم ندي سبلمنتيشن 400 انترناشونال يونت بير داي از ريكومندد ستارتنج فروم فيرست داي اوف لايف، يبقى كمان عايزين مايكرو نيوترينتس تدخل للبيبي. في جنرال رولز لدخول الطعام، والمفروض طبيب الاطفال لما الام بتقول له انا ابني عمره 6 شهور هبتدي اكله ازاي؟
وسؤال ده شهير جدا لينا في عياداتنا. بنقول لها start with small amount of one type and assess the infant tolerance and atopy. atopy حساسية. يعني انا لما ابتدي بنوع واحد بس، ما دخلش نوعين مع بعض، وكمية قليلة، معلقة او معلقتين حتى لو استساغهم. افرض عنده حساسية من هذا النوع من الطعام، يبقى يوم والتاني وهتظهر عليه، يبقى قدرت تحدد ان الصنف ده مثلا مش مناسب ليه. انما لو دخلت كذا نوع مع بعض، مش هعرف الحساسيه دي جات له، الاتوبي دي جات له منين، جات له من البيض ولا من الموز ولا جات له ايه، ما نعرفش. يبقى start with small amount of one type and assess the infant tolerance and atopy. each new food should be tried separately 3 to 5 days interval. يعني هي هتبتدي تدخل مثلا صفار البيض، لوحده يوم والتاني والتالت، لغايه لما تتاكد انه تمام، مفيش اي ادفيرس رياكشن ظهر منه. New food should be mashed and given by spoon. خطا شائع بالذات في بعض السوشيو ايكونوميكال ستيتس، تروح هي جايبه مثلا whatever البطاطس whatever اي حاجه قررت انها تدخلها لابنها، تضربها في الخلاط وتزود عليها ميه لغايه لما تبقى ان ليكويد فورم، الفود ده يبقى ان ليكويد فورم، وتديهوله بالبزازه. يعني تديله اي حاجه، شرب خضار مسلوق، مش عارف ايه، وات ايفر، تروح ضربها في الخلاط، وعشان خايف عليه عايزاه يبلعها، تحولها له ليكويد فورم. بالرغم ان الهدف اساسا ان احنا نبتدي نعوده انه يبلع وياكل السيمي سوليد، مش عايزين ليكويد. ليه هتقعدي تضربيها في الخلاط وتزودي ميه يبقى should be mashed مهروسه بالشوكه بس، and should be given in an attractive way. يعني طبق شكله حلو متغني له مش عارف ايه سبونز وما شابه ذلك. New food should be given before breastfeeding at fixed time. مش بعد ما يرضع ويشبع نقول له بقى ايه نديله new food. If disliked، لو مش عاجبه الصنف ده، قمت نقف شويه وريتراي اجين افتر فيو ويكس. مش هنخصبه بقى بالعافيه، لازم لا اصبر، شويه وترجع له تاني. Exposure to a food type for 4 to 15 times in positive environment allow brain to recognize and accept the new taste. لازم يتعرض له مره ونصبر شويه ونرجع له تاني، وبالذات بالذات المأكولات اللي مشهور ان البيبيهات ما بيحبوهاش، وهي مهمه جدا، زي مثلا صفار البيض مهم جدا، والسورس اوف فيتامين دي عالي جدا 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 جدا. طيب وما بيحبوش في أول عام. About cow milk in the first year of life. cow milk بيعرض الطفل cow milk allergy. سامعين يا جماعة؟ حابة أسأل معلش. Avoid breast addiction. رافض أي حاجة إلا البريست ميلك. Avoid high risk choking foods. زي النتس والجريبس. النتس والجريبس واللبان والحاجات اللي بتتبلع والبونبوني ممنوعة تماما تماما. والامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس بتقول اب تو 8 ييرز. انت متخيل يعني ممنوع ياخد لب ولا سوداني ولا بونبوني ولا نتس ولا جريبس لان دول هاي تشوكينج فودز. افويد ديستراكشنز ديورينج ميلز. يعني مش قاعده بتزغط فيه وهو بيتفرج على الشاشه، بيتفرج على التلفزيون وعايزه تلهيه يبص على السكرين وكده، لا، وقت الاكل هو قاعد بياكل، ما بيعملش اي حاجه تانية الا انه بياكل. الموضوع الثاني اللي هنتكلم عنه nutritional requirements. كده خلصنا الويننج. دكتور عاش عندي سؤال يا دكتور، هو اللي ما بياخدش سكر وعسل وملح، انا دلوقتي الطفل بيبتدي الاكل بدخله على الفطره بتاعته الطبيعيه، اللي
الحيوانات والإنسان زمان مش مفروض يعني ما بياكلش ملح، ما مش محتاج ملح ولا بتاع الأملاح، الملح اللي موجود في البيت مش هدخله، ليه دخله ملح ودخله هايبر ناتريميا ودخله جلوكوز زيادة ودخله في أوبيزيتي ودخله هاني؟ ليه؟ ليه هو مش محتاج كده؟ هي على الفطرة الطبيعية بتاعته، لما يكبر أكيد هيعرف الملح والسكر وبتاع، إنما هو ربنا ما خلقش الإنسان إنه يحط ملح على طعامه ولا يحط سكر على أكله ولا يحط حليب عسل و و و و فإحنا ماشيين الطفل عشان يفضل، لو خدت بالك على السلايد ده، إحنا عشان الإنرجي تبقى 50% من الكربوهيدرات 35 من الليبيدز و15% من البروتينز، إنما أملح له الأكل وأسكر له الأكل و و و not needed at all. طب دكتور معلش، ايوه معلش انا سامعك. بس انا لما شفت الهوني انا افتكرت يعني صوره كنت شفتها ان فعلا ممنوع الطفل يعني ياخد هوني في اول سنه، بس كان له علاقه بالبوتيولينيا، بس بصراحه ما فهمتش. البوتيولينيا ده انيروبيك سبورز بتبقى ممكن موجوده في الهوني، معروف انها موجوده في الهوني، والجسم الادمي غير قادر على مقاومتها تماما يعني في تحت دون، فمش عايزينه يتعرض لحاجه دكتور. زي كده تحت دكتور لو سمحت، احنا قلنا انه الميلك بريست غير كافي، لكن زياده الوزن في اول 4 شهور تعتبر الدبل، فكيف هو غير كافي وهو والطفل بيوصل لدبل الوزن في اول 4 شهور؟ معلش تاني سؤالك، انا سامع اول 4 شهور دبل الوزن. في البدايه قلنا انه أيوة فهمت قصدك. البريست ميلك، الانسان ربنا خلق الانسان انه وزنه بيتدبل وبعد كده بيبقى تريبل في اول، يعني لو بصيت الانسان اتولد 3 كيلو بعد كده بقى الدبل عند 4 شهور بقى 6 كيلو وعند سن سنه بقى 9 كيلو. فالرابيد ريت اوف جروس ده ربنا فطر الانسان عليه، البيبي بتاع الانسان عشان زقه كده في اول عام من العمر. كون ان البريست ميلك بيدي الكالوريز دي، هذه الكالوريز بتاعت البريست ميلك تكفيه انه دبل الوزن في اول 4 اشهر، بعد كده غير كافيه. مش مثلا حاجه ذريه، انا فاهم قصدك، حاجه طالما انا فاهم منطقك، طالما خليته وزنه يتدبل في اول 4 شهور ازاي يبقى غير كافي؟ لا غير كافي، بعد كده وزنه بيزيد ويبقى الكالوريز اللي محتاجها لوزنه التوتال اماونت اوف كالوريز بتبقى محتاجه بتبقى اعلى. البريست اديكشن اللي هو عايش على صدر امه ومش راضي ياخد اي حاجه نهائيا بتوقعه في مشاكل كتيره جدا. تمام. الموضوع الثاني صفحه كده لازم نقولها لكم، يعني طبعا هي مفهومه النيوتريشن نيوتريشنال ريكويرمنتس، الانرجي كالوريز، التوتال كالوريز اللي الانسان عايزها 15% من الكربوهيدرات، ده الايديال 35 من الليبيدز و15 من البروتينز. الانسان محتاج بروتينز، كربوهيدرات، ليبيدز، مينرالز اند فيتامينز، ميه اند فايبرز. الانرجي از ريكوايرد فور، طبعا كلام يعني اولى ثانوي، بيزال ميتابوليزم، فيزيكال اكتيفيتي، جروس، فيكال لوسز الاخراج، اي دايناميك اكشن في الجسم من اي حاجه تتخيلها، ريكوايرد ايلي ديستريبيوشن، ان الانرجي الانسان بياخد الكالوريز بتاعته 50% من الكربوهيدرات 35% من الليبيد و15% من البروتينز. البروتينز از ريكوايرد فور فورميشن اوف سيل اند سيلولر اليمنتس، كل الانزيمز تقريبا والهرمونز ار بروتين ان نيتشر، فيتال فانكشنز اوف بلاد الهيموجلوبين والكواجوليشن. Proteins needs are higher in infancy and childhood. Proteins are high and low biological value. يعني ايه high and low biological؟ اي animal source of proteins of high biological value. اللحمة والفراخ والسمك والبيض وبتاع ده ايه؟ واللبن ده high biological value proteins. Low biological value proteins دي البروتينز بتاعت البلانتس، البقوليات، الفول فيه proteins. Animals, plant source of protein بس اقل في البيولوجيكال value. Carbohydrates is the main source of energy. Body needs 10 gram per kilogram per kilo per day. Lipids, minerals, and vitamins. Lipids are essential in essential fatty acids, insulation, and fat-soluble vitamins. هنقف عند fat-soluble vitamins لأن دي مهمة.
يعني ايه كلمه فات سولبل فيتامينز؟ حد يعرف ايه هم الفات سولبل فيتامينز وليه سموهم فات سولبل فيتامينز؟ برين ستورمينج كده هو اللي يجي في مخك. فيتامين A D E K ادت A D N K يبقى lipids are essential الفيتامين A D E N K الفات سولبل فيتامينز دول ليه هم محتاجين proper digestion and absorption and integrity بتاعت الفات digestion absorption عشان هم كمان يمتصوا. لو الفات absorption او digestion مش مظبوط يبقى هم كمان مش لا هيبقوا digested ولا هيمتصوا ولا هيبقوا absorb. يعني لو البايل مش ما بتخشش عشان emulsification of fat او pancreatic insufficiency او cystic fibrosis او mal absorption في الجات للفات كل ده هيأثر عليهم. ليه هيأثر عليهم؟ لان هم نفسهم components of lipid هم نفسهم فيهم تكوين من الليبيدز هم نفسهم fats بالبلدي كده. ندي example بالفيتامين دي فيتامين دال فيتامين دي مكونه الرئيسي البيزك كومبوننت بتاعه 7 dehydrocholesterol كوليسترول يبقى ده ليبيد يبقى اساسا الفيتامين دي نفسه البيزك كومبوننت بتاعته 7 dehydrocholesterol يبقى مهم جدا نعم جدا صوت بيقطع ايوه يا جماعه اتفضل يا دكتور ده اكيد حد فتح المايك بالغلط بس يبقى الفيتامين A D E and K are fat soluble vitamins والمينرال زي الايرون والفيتامين A D and C ووترز الووتر ان فايبر الانسان محتاج 120 ملليلتر الرضيع 120 ملليلتر بير كي جي بير داي عن سن سنتين لست سنين 100 ملليلتر بير كي جي بير داي من 7 ل 12 سنه 80 ل 90 الادلت محتاج 40 ل 50 ملليلتر بير كي جي اور داي ووتر وفايبرز ار هاف بالكينج افكت وبتعمل بولس للدايجست للاكل اثناء الهض وليها بالكينج افكت تو بريفنت كده احنا خلصنا الجزء الاول من المحاضرة وهنكمل الجزء الثاني حالا ثانية واحدة طلعت لكم المحاضرة الجزء الثاني يا جماعة طلع في قدامنا فايلين يا دكتور فيدنج ونيوتريشن ديسوردرز لسه ما فتحش حاجه لا نيوتريشنال ديسوردر الفيدنج ده خلاص النيوتريشن ديسوردر لسه موجود بس فايل كده ما فتحش ازاي ثانيه واحده ظهر ولا لسه؟ لا دكتور كده مش ظهر حاجة خالص حضرتك قفلت السكرين شيرنج أصلا ثواني دكتور حضرتك جرب تقفل السكرين شيرنج من عندك الاول بعدين تفتح الفايل بعدين تعمل شير سكرين تاني طيب ثانيه واحده ما
مجد. ظهرت ولا لسه؟ ظهرت يا شباب ولا لا؟ لا يا دكتور مفيش حاجة ظهرت. لا طب ثانية واحدة. طب لو انا عملت ليفنج ودخلت تاني ممكن؟ اصل التاني عمل بمنتهى السهولة. ثانية واحدة. هو بتقول ايه؟ هو حضرتك دلوقتي عامل فاتح السكرين شيرنج ولا قافله من عندك؟ لانه هو مش ظاهر عندنا في مو اهو. شير كونتنت. ثانية واحدة يا جماعة. ثانية واحدة. ثانية واحدة. ايه عمال بيطلع لي هي الويننج الويننج الويننج؟ انا مش مستغرب جدا. طب بصوا يا جماعه، بصوا انا الليف وهخش تاني من اول وجديد. الليف وهخش تاني اوكي. اذا بينفع مش تالي مش كده؟ خلاص ماشي يا دكتور مش مشكله. اه ينفع. هو ينفع بالتالي. اه ينفع. اه ينفع. هو حد سمع الدكتور دخل ولا هو لسه ما رجعش؟ لا ما حدش سمع. تمام حصل خير.
ممكن يقص عشان احنا كنا قلت مش يا شباب. يا دكتور سامعني حضرتك. طيب هدخل بقى ال حضرتك حضرتك افتح الفايل الاول قبل ما تعمل سكرين. أيوة. لسه ما ظهرش حاجه يا دكتور. لا المفروض طلعت حد. ايوه كده ظهر نفس ايوه كده فتحت كده. طيب كده ظهرت. طيب نبتدي بقى الجزء الثاني والجزء اللي يمكن الاكبر من المحاضره. هنتكلم على نيوتريشنال ديس اوردرز. في كلاسيفيكيشن مهم جدا وكلينيكال سبيكترم ولازم تفهمه وانت خدت البروس اند ديفلوبمنت وخدت جروس تشارتس. اول تعريف لينا اندر نيوتريشن سواء في البروتين او الانرجي مال نيوتريشن. يعني ايه كلمه بروتين انرجي مال نيوتريشن؟ ده مشكله الطفل ده ان هو اندر نيوتريشن سواء في البروتين الكونتنت اللي بياخده يعني ما بياخدش بروتينز او في التوتال كالوريز الانرجي اللي بياخدها او اوفرلابنج ما بينهم. ده بنسميه بي اي ام او بروتين انرجي مال نيوتريشن. عندنا حاجه اسمها اوفر ويت اند اوبيزيتي او سبيسيفيك vitamins and mineral deficiencies زي الايرون فيتامين دي اند فيتامين اي. النيوتريشنال ستاتس انديكيتورز والمسميات الاربعه دول اللي هنقولهم مهمين جدا انك تفهم معناهم. يعني اندر ويت يعني ايه؟ ولد الوزن بتاعه قليل فور ايج. هنعرفه ازاي؟ هنعرفه بالجروس تشارتس. يبقى لو ويت فور ايج ده بنسميه اندر ويت. طب ويستد الماسلز بتاعته بقت ويستد سميه wasting. ده low weight for height وده ليه chart تانية gross curves تانية. يبقى underweight وزنه قليل بالنسبة لعمره, wasting وزنه قليل بالنسبة لطوله, ثم stunting. يعني ايه كلمة stunting بالعربي؟ عايز اسمع كده اجابة. يعني ايه stunting؟ ايش؟ نعم low weight for age. لا stunting يعني التقزم. تقزم يبقى ده ايه؟ low height for age. يبقى stunting is low height for age, overweight increased weight for height. يبقى underweight وزنه قليل بالنسبه لعمره, wasting وزنه قليل لطوله, stunting طوله قليل لعمره, تقزم, overweight increased weight for height وزنه قليل لطوله. اليونيسف منظمه اليونيسف طلعت تقرير في 2014 مهم جدا جدا بنسب وشيوع, وده مهم للام سي كيو, مهم لكل حاجه, مهم في حياتك عموما. شيوع النيوتريشنال ستاتس في الشعب المصري في الاطفال المصريين. لقوا ان الاندر ويت اللي هو الاطفال اللي وزنهم قليل بالنسبه لعمرهم 6% من الاطفال المصريين, والويستد الويت بتاعهم وزنهم قليل لطولهم 8%, والستانتنج التقزم اللو هايت فور ايج 21%. شوف نسبة الشيوع, يعني خمس الأطفال المصريين يعانوا من التقزم, والأوفر ويت 14%. طب لو جالك سؤال incidence ايه الموست كومن في الايجيبشن تشيلدرن, الاندر ويت ولا الويستنج ولا ستانتنج ولا الأوفر ويت, هتقول ايه؟ هنكمل بقى بعد كده في البروتين انرجي مالنيوتريشن. ايه هما الديفينيشن؟
It is a group of related disorders characterized by protein and energy deficiency. يعني نقص deficiency في البروتين أو الانرجي. It is a common worldwide problem, particularly in underdeveloped and developed countries. حاجة شائعة في الدول النامية والدول المتأخرة. They have variable clinical and biochemical presentation. يعني الكلينيكال مانيفيستيشنز والبرزنتيشن بتاعتهم متعددة وممكن يحصل ما بينهم overlap. And responsible for 50% of deaths in preschool children. السبب الرئيسي 50% من الوفيات في الأطفال تحت دخول المدارس سواء مباشرة directly أو indirectly بالcomplications. Any contributing factors to protein energy malnutrition. Poverty, الفقر والإنجرز, الإجنورانس, الإهمال والجهل, infections, واحد بيتعرض لريكارنت جاسترونترايتس, بيشرب مية مش نظيفة عمال يخش في جاسترونترايتس, يطلع منها في جاسترونترايتس, أو الميزلز والتي بي. Urbanization اللي هو التحضر أو التمدن. إن البريست فيدينج بيكام إمبراكتيكال, الرضاعة من الأم بقى غير عملي لأن الأمهات بقت تشتغل. The breastfeeding becomes impractical for the working mothers. Disasters, الكوارث, الأوبئة والمجاعات والحروب وإلى آخره. ثم نقطة مهمة برضو في البروتين انرجي مال نيوتريشن, environmental degradation, تآكل البيئة اللي فيها الأكل due to wasting of resources, المية والأكل والوقود والخشب وتآكل الثروة الطبيعية بصورة عامة من أسباب رئيسية للبروتين انرجي مال نيوتريشن. أول ديزيز هيقابلنا فيه اسمه المارازمس. يبقى أول حاجة هنتكلم عنها أول مرض, والمارازمس والكواشيركور والبروتين انرجي مالنيوتريشن تعتبر موضوع مهم وسهل. Definition: It is a severe form of chronic undernutrition caused by insufficient caloric intake. السبب هنا واضح, insufficient caloric intake, يعني ما بياكلش طفل من اطفال المجاعه مثلا, insufficient calories, كالوريز غير كافيه. الانسنس بتاعته يا اما nutritional marasmus 6 months to 2 years او non nutritional marasmus depends on the etiology. يعني من سن 6 شهور لسنتين عاده بيبقى ايه اسباب غذائيه, بعد كده على حسب الاتيولوجي زي ما احنا جايين. النيوتريشنال مارازمس سببه يا دايتيتك او انفكشن. يبقى النيوتريشنال مارازمس سببه دايتيتك او انفكشن. دايتيتك يعني سكانتي بريست ميلك, ما فيش لبن في الام, الام نفسها تعاني ما فيش لبن, تقوم تعمل له ايه اوفر دايلوتد فورمولا, ودي شهيره جدا, يجيبوا اللبن ويخففوه بميه عشان الولد يشبع, يبقى اوفر دايلوتد فورمولا. او بيتعرض لانفكشنز كتيره زي ريكارنت جاسترونترايتس. طب ايه علاقتها نيوتريشنال؟ ان مش راضي ياكل بسبب الانوركسيا وفوميتنج فديكريز انتيك, وفي زياده للوسس بسبب الدايريا, او رونج ميديكال ادفايس فاثناء النزلات المعويه الدكتور او الصيدلي او وات ايفر ينصحها نصيحه غلط, امنعي الاكل وامنعي 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 عشان ايه الاسهال يقف. يبقى نيوتريشنال رازمس يا اما دايتيتك كوز يا اما انفكشن كوز, لبن الام قليل الام بتخفف اللبن بميه, او انفكشن بتخلي الطفل فقدان للشهيه وبيرجع, او لوسز في الدايريه ورونج ميديكال ادفايس. نون نيوتريشنال مارازمس اسباب غير غذائيه هتؤدي الى نقص الكالوريز, برضو ان الطفل بيعاني من كارديو فاسكولار ديزيز, كونجنتال هارت, روماتيك هارت, او ريسبيراتوري تبركلوزز, او كرونيك رينال فيلير, كرونيك ليفر ديزيز, كرونيك هيموليتيك انيميا, مال ابزوربشن. لو خدت بالك احنا عمالين بنقول كرونيك حاجات ايه مزمنه, او مال ابزوربشن, عنده بارازايتس, عنده سيلياك ديزيز. سيلياك ديزيز ده insensitivity to gluten portion of wheat بيؤدي الى flattening للانتستينال فيلاي. باختصار شديد مرض السيلياك ده استعداد وراثي لعدم تقبل الجسم للجلوتين بورشن بتاع القمح, يؤدي الى flattening للفيلاي, يبقى عنده مال ابزورش.
أو other causes زي cleft palate malignancy starvation and anorexia nervosa. anorexia nervosa دي محطوطة كده في الكتاب، يعني anorexia nervosa للباب العلمي بالشيء دي حاجة بتصيب الادوليسنت فيميلز أو بعد الادوليسنس كمان. البنت مرض نفسي مش راضية تاكل نهائيا 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 ومقتنعة ان هي كده ايه وزنها زايد وعندها distorted body image واللي هي بتطلع في التلفزيونات ويعملوا معاها مقابلات بيبقوا ايه extremely ايه مرزماتك. clinical picture loss of weight اول حاجة gross curves below the expected weight of height below the fifth percentile. انتوا خدتوا الجروس كيرفز يا شباب ولا لا؟ عايز اسمعكم. ايوه يا دكتور. ايوه خدناها يا دكتور. طيب يبقى اول حاجه ان في لوس اوف ويت كوايت بلو، يعني كمان بلو جامد الفيفث برسنتايل. ماسل ويستنج اسيست باي ميد ارم سيركمفرنس، بتقيس الميد ارم سيركمفرنس نورمالي انها اكتر من 15 سنتي في المرحله العمريه ما بين 6 شهور ل 6 سنين. يبقى انت من 6 شهور ل 6 سنين تقيس محيط الميد ارم سيركمفرنس تلاقيها اقل من 15. لوس اوف سبكوتينيوس فات، الفات اللي with marked bony prominence. سامعين يا جماعه؟ ايوه رجع الصوت. ممكن تعيدي دكتور عشان ممكن انا ما سمعتش الشرح. loss of weight وزنه قليل بكتير اكتر من ال 5th percentile below the expected weight for age. muscle wasting فقد assessed من قيم المسل ويستنج ازاي؟ ان احنا نقيس محيط ميد ارم بتاعه circumference بنلاقيها اقل من 15 سم، لان الطبيعي ان الميد ارم يبقى من اكتر من 15 سم ميد ارم سيركمفرنس من 6 شهور و 6 سنين. loss of subcutaneous fat thin wrinkled skin الجلد رقيق ومكرمش with marked bony prominence. clinical picture degrees of marasmus ودي نقطه مهمه يا ريت تركزوا معايا فيها، سهله ومهمه في الام سي كيوز ومهمه جامد. ليه درجات والدرجات دي على حسب الانتنسيتي والسيفيريتي بتاعته. ويت از سو سمبل، فيرست ديجري مارازمس، سكند ديجري مارازمس، ثيرد ديجري مارازمس. الفيرست ديجري الطفل بيفقد 15 ل 25% اوف ذا اكسبكتد ويت. expected weight كذا هو فقط 15 ل 25% منه. تبان لي ازاي الفيرست ديجري؟ الابدومينال وول يبقى loss of subcutaneous fat على بطنه وجلد بطنه بكرمش. السكند ديجري الطفل بيفقد 25 ل 35% of the expected weight. الابدومينال وود loss of subcutaneous fat بيبقى على الابدومينال وود وزاد عليه كمان الباتوكس والثاي. الباتوكس والسايلاس اوف سبكوتينيوس فات. ثيرد ديجري اكتر مور ذان 35% اوف ذا اكسبكتد ويت حصل فيه لوس. يبقى لوس اوف مور ذان 35 اوف ذا اكسبكتد تلاقي السبكال فات اللي في الوجه في الفيس كمان لوست. يوم منظره يبان زي سينايل فيشز. يعني ايه سينايل؟ عايز اسمع منكم يعني ايه سينايل؟ عجوز كبار زي الراجل العجوز. old age يبقى first degree loss of subcutaneous fat من الابدومينال وول وبعد كده الباتوك تو سايز وبعد كده الفيس واحفظ الارقام بتاعت degrees of marasmus. دي ثلاث صور بتبين لك loss of subcutaneous fat من الابدومينال وول والباتوكس والساي والسنايل فيشز المنظر الراجل العجوز بتاع البيبي ده. في فيتامين deficiencies كل الفيتامينز تقريبا، mineral deficiencies وعلى راسهم on top of them iron deficiency anemia. psychologically بتلاقي الطفل ده anxious look رقب متوتر irritable continuous crying and very good hunger على طول جعان و good appetite. جعان ليه؟ لانه بيعاني من مجاعة. يبقى anxious look
irritability, continuous crying, hunger with good appetite. Complications, وكلها complications منطقية. Recurrent infections, pneumonia وgastroenteritis. والgastroenteritis تزود المرازمز. والمرازمز يؤدي إلى gastroenteritis. وكذا. وداخلين في vicious circle. Hypothermia and hypoglycemia, عشان glucose metabolism is disturbed. Bleeding, shock hypovolemic or septic. سواء hypovolemic shock أو دخل في infection, sepsis. تعرض لinfection, sepsis ودخل في septic shock. Electrolytes disturbance, dehydration, mineral deficiencies, all on top of them, iron deficiency anemia, or vitamin deficiencies. Investigations, CBC, هتلاقي عنده anemia, weather, anemia of chronic illness, anemia of infection, iron deficiency anemia, كل أنواع الأنيميا بس on top of them, iron deficiency anemia. Leukocytosis, هتلاقيها عالية بسبب الانفكشن اللي الطفل ده متعرض ليه. وأذر markers of infections اللي بيسميها acute phase reactants زي CRP والESR بيبقوا عاليين. تعمل stool analysis ممكن تلاقي pustule stools، تلاقي amebiasis، تلاقي gardiasis، تلاقي parasites، تلاقي أي كل حاجة إيه في الستول. serum proteins هنلاقي هنا بقى هنا نقف سنة وركز. serum proteins not markedly decrease، يعني serum proteins بتاعه قل بس مش قوي. ليه؟ لأن المرض اللي هناخده حالاً بعد المرازمس اسمه كواشر كور. في differential diagnosis مع كواشر كور. كواشر كور ده مشكلته العكس، ده بياخد كالوريز بس ما بياخدش بروتينز. يبقى الكواشر كور المرض التاني ده بروتين انرجي مال نيوتريشن برضو مشكلته عكس الايه أو مختلفة عن المرازمس. المرازمس عنده نقص في الكالوريز وخلاص، فالسيرم بروتينز بتاعته ممكن تبقى له بس لو نورمال يعني او سلايتلي لو. انما كواشر كور ده ما عندوش مشكله في الكالوريز، ده عنده مشكله في الكواليتي، ده ما بياخدش بروتين خالص. يبقى هنا سيرم بروتين دي نقطه مهمه انها ديفرنشال دياجنوزز ما بين المرازمس والكواشر كور، انها نوت ماركت ديكريز في المرازمس ان كومباريزون تو كواشر كور. الكترولايتس بلاد جلوكوز بنلاقي فيها ديستربنس. انفستيجيشنز اوف نون نيوتريشن للمرازمس، عايزين نعرف ايه السبب اللي مدخله لو فرضنا ان ما لقيناش اسباب غذائيه. المرض التاني اللي هنتكلم عنه اللي هو الكواشر كور. It is a severe form of protein deficiency with adequate caloric intake in the form of excess carbohydrates. يبقى الكواشر كور severe form of protein deficiency with adequate caloric intake in the form of excess carbohydrates. تعالوا نشوف أم وندي example كده وقصص واقعية من الحياة. أم بترضع ابنها لأسباب كثيرة جدا، عند سن 6 شهور بطلت ترضعه، بتشتغل أو لبنها قليل أو هي نفسها عندها مال نيوتريشن، وراحت ابتدت تديله الآتي: رز ومية رز وبطاطس، وبعدين تروح أرساله بطاطس وبعدين بسكوتة وبعدين مش عارف إيه، وكلهم تضربهم في الخلاط وزود فيهم مية وننا ليكويد فورم وقليلين. هل الطفل ده أخد أي نوع من البروتينز؟ نهائيا لا من اللبن ولا بروبر وينينج ولا أي حاجة، وتفضل عايشة كده لغاية سن 6 شهور كمان سنة سنة ونص سنتين، تلاقي الطفل ده عنده سيفير فورم أوف بروتين ديفيشنسي with adequate caloric intake. ليه قلنا adequate caloric intake؟ لأنه عمال يأكل بطاطس ورز وعيش وسريل حتى ومش عارف إيه ورز وماية نشا، فهو بياخد كالوريز ما بياخدش لا ما قلناش إنه بياخدش كالوريز، بياخد كالوريز بس ما فيش أي نوع من البروتينز whatever animal source أو plant source of proteins. والإنسيدنس بتاعه بيبقى من 6 months ل 2 years. وكومن تانية، طريقة تانية إنه يخش في كواشر كور، الأم في low socio-economical status، عند سن سنة خلفت عيل جديد، بقى بينهم سنة، الجديد هترضعه من صدرها. طب والكبير اللي عمره سنة ده يروح فين؟ ده راح ورا الشمس، ده عايش على الرز ومية الرز وبسكوت بالمية ومية بالبسكوت، ويفضل بقى إيه قصة شهيرة جدا إيه عنده severe form of protein deficiency. يبقى كواشر كور it is a definition severe form of protein deficiency with adequate caloric intake in the form of excess carbohydrates. Incidence 6 months to 2 years. Age of weaning.
الاتيولوجي dietetic error replacement of milk intake as a part of weaning process by high carbohydrate ولو بروتين دايت usually with the next pregnancy or delivery عادة مع الولد الجديد أم القديم هو إيه راح ورا الشمس بالبلدي كده عايش إيه مجرد على الكربوهيدرات أو infection بعد recurrent gastroenteritis عنده أنوركسيا ومش راضي يأكل wrong dietary restriction يقول لك عنده نزلة معوية ما تأكلوش أي بروتين ما تدلوش صفار بيض ما تدلوش ويعيش إيه على الرز وماية الرز إلى maternal deprivation او حرمان من الامومه سواء بصوره مباشره او عن طريق ان الام اهتمت بالبيبي الجديد birth of another baby وده بنشوفه كتير قوي قوي في اللو سوشيال ايكونوميكال ستيتس لغايه دلوقتي الكلام مفهوم يا جماعه دكتور ايوه في المريض هو ما عندوش بروتين كفايه ولا هو ما عندوش نقص بروتين بالنسبه لواشنج ريكورد صوت ممكن تعيدي السؤال وعلي صوتك كمان علي صوتك شويتين في المارازمس هو ليه ما عندوش نقص بروتين بالرغم ان هو عنده اصلا كل الكالوري انتيك قليل هو بس يعني ان كومباريزن بالوشيك فهمت سؤالك اولا احنا هو عنده سلايتلي لو بروتين بس هي الفكره ايه ده بتاع المارازمس ده مشكلته عموما في الكالوريز يعني ممكن ياكل بيض مرة في الأسبوع ممكن يأكل يعني هو مش مسألة إن هو عايش على الكربوهيدرات بس ده مشكلته إنه ما فيش أي حاجة خالص بس ممكن يكون حماني ممكن يكون بروتين بكميات قليلة برضه فهو مشكلته التوتال كالوريز اللي محتاجها قليلة فلما تيجي تقيس السيرم بروتين تلاقيه سلايتلي لو أو في اللو نورمال أو كده إنما كواشر كل ده مشكلته تانية خالص ده بياخد التوتال كالوريز بتاعته كويسة أو ممكن معقولة حتى نقول عليها معقولة بس مش مفيش اي نهائيا اي بروتين طيب يا دكتور هما الاثنين بيتعدلوا وانس ان انه الاكل تمام بقى في المحاضره اهو هنقول بيتعدلوا ولا لا صبرك علينا اوكي بوست جاستروانتيرايتس انوركسيا او رونج دايتري ريستريكشنز اند ماتيرنال ديبريفيشن قلنا نقطه بقى مهمه في سواء برضو تاني للام سي كيو او في الشفوي او في الشغل في عموما في كل حاجه ان clinical picture ليه constant manifestations يعني ثابتة وليه variable manifestations كواشر كور ليه constant manifestations وليه variable manifestations لو انت اتلخبطت وحطيت ده مكان ده it's a big mistake ولو MCQ جالك ودي constant وده variable لازم تبقى عارف ايه constant features او manifestations وايه variable features constant features الرئيسية الثابتة constant هي الإديمة mental changes disturbed muscle على للفات ratio وgross failure تاني الconstant features إديمة تورم mental changes disturbed muscle and fat ratio and gross failure ونقطة تانية مهمة جدا diagnosis cannot be made in the absence of إديمة يعني لو ما فيش إديمة الطفل ده مش مورم اوعى تقول عليه كواشر وهنتكلم عن الميكانيزم في الإديمة دلوقتي هدول constant features أول حاجة في constant features إديمة وقلنا diagnosis cannot be made in the absence of إديمة إيه أسبابها؟ أسبابها hypoalbuminemia إيه الألبوم ده؟ حد يقول لي ماذا تعرفه عن الألبوم؟ سؤالي ليك واللي عايز يغلط يغلط ما يخافش إيه هو الألبوم؟ ومين اللي the largest أصغر بروتين مين اللي بيطلع دكتور مين اللي بيطلع الألبوم يا شباب الألبوم هو الليبر طيب الليبر بيطلع الألبوم من وجود الألبوم في الدم بيحافظ على الأوزموتيك بريشر أوف blood نمشيها واحده واحده يبقى osmotic pressure of the blood المسؤول عنه القلب ادي اول معلومه ثاني معلومه osmotic pressure of the blood caused by albumin غيروا اسمه وسموه oncotic pressure يبقى ما هو oncotic pressure it is the osmotic pressure of the blood
osmotic pressure of albumin in the blood. يبقى ده اسمه الانكوتيك بريشر. طيب لما يحافظ على الاوزمولاريتي داخل الدم الالبومين، تعال نبص على كابيلاري. الكابيلاري الجدار بتاعها فيه خروم، فيه بورز حوالين الكابيلاري، انترستيشيال سبيس. الانترستيشيال سبيس اللي حوالين الكابيلاري فيها اوزموتيك بريشر. لما الاوزموتيك بريشر داخل الكابيلاري معادل للأوزموتيك بريشر في الانترستيشال سبيس، لا سيما ان في بورز تسمح بدخول المية رايحة جاية من خلال البورز اللي في الكابيلاري، احنا تمام سلام. لما يقل الأوزموتيك بريشر او اللي هو الانكوتيك بريشر داخل الدم، يبقى الانترستيشال سبيس الأوزموتيك بريشر فيه اعلى in comparison للبلد. تمام لغاية دلوقتي؟ ردوا عليا يا شباب. تمام في الانترستيشال سبيس اعلى من البلد، يوم الميه رايحه من داخل الكابيلاري خلال البورز رايحه للانترستيشال سبيس، يوم الطفل يورم. ما هو الايديما دي ميه في الانترستيشال سبيس. اوكي الاوزموتيك بريشر داخل الكابيلاري سابوا الالبوم كويس، الالبوم كويس، يبقى الاوزموتيك بريشر كويس بيعادل او زيه زي الانترستيشال سبيس، مفيش مشاكل. بقى في هايبو البومينيميا، مفيش بروتينز، ما هو الطفل ده ما بياكلش بروتينز. الليفر هيقول ايه؟ اطبخ يا جاري اكلف يا سيدي. الليفر بيطلع البومين، مفيش اكل، مفيش بروتين، هطلع البومين ازاي؟ تاني الليفر عايز الانسان ياكل بروتينز عشان يطلع منه ايه ده، والليفر سليم يعني عشان يطلع البوم. مفيش بروتين يا سيدي خالص، يبقى مفيش البوم، يبقى مفيش البوم، نقص الانكوتيك بريشر داخل الدم. ام الاوزموتيك بريشر، الاوزموتيك بريشر في الانترستيشال سبيس بقى اعلى، قامت الميه سايبه الكابيلاري داخل الكابيلاري وعن طريق البورز راحت للانترستيشال سبيس وعملت لي اديما. كويس كده؟ المفروض ده الكلام ده درستوه في ثالثه يعني، بس مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ تمام. ردوا عليا بس. تمام. السبب الرئيسي اديما نقص الانكوتيك بريشر بسبب الهايبو البومينيميا، ده السبب الرئيسي الرئيسي الرئيسي. تاني حاجه ان في ديكريز افكتيف بلازما فوليوم بسبب الارتشاح ده، ام زود الانتي دايوريتيك هرمون والالديستيرون، وده عامل مساعد في ظهور الايديم. بس انما السبب الرئيسي هو الهايبو البومينيميا. كويس، وقلنا الايديما اتيز ايه؟ كونستنت فيتشر. Clinical picture, site of the onset, dorsum of the foot, marsh then become generalized, lower limb edema, dorsum of the hand. بس خلي بالك no ascites. مفيش ascites. والcharacter of the edema is of course peeling edema. Constant features تانية mental changes. خطأ شهير جدا، ركزوا معايا، خطأ شهير جدا في mental changes ان في بعض الطلبة متهيألو mental change ده mental retardation ليس mental retardation. لو اتقال لك mental retardation، لو في الام سي كيو في mental retardation غلط. لو قلنا ايه constant features of quasher core كذا 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 and mental retardation، يبقى this is wrong. امال ايه mental retardation، ايه mental changes اللي بتجيله؟ بيجيله apathy، lethargy، disinterested in the surroundings، متايس، لو ضحكته ما يضحكش، لو خوفته ما يعيطش، lot of affect يعني ما فيش اي ايه، apathetic look، miserable look، نظرة بائسة. يبقى هو بالبلدي كده متنح، apathetic، ما بيضحكش، ما بيعيطش، نظرة بائسة وخلاص. No mental retardation with these changes، مش mental retardation اساسا، are reversible with treatment. ايه سبب بقى المينتال تشينجز دي؟ سبب المينتال تشينجز نقص امينو اسيد، ده بروتينز مسؤول عن نيورو ترانسميترز، نقص النياسين اللي هي النيكوتينيك اسيد، دي وان اوف ذا فيتامين بي كومبلكسز مسؤول عن ناد والنات بي، ماتيرنال ديبريفيشن، حرمان من الامومه سواء اهتمت بالطفل الجديد او اي حاجه وات ايفر، ادى الى المانيفيستيشنز دي. يبقى نرجع تاني، اول كونستنت فيتشرز اديما، تاني كونستنت فيتشرز مينتال تشينجز، تالت كلينيكال بيتش كلينيكال كونستنت فيتشر disturbed muscle ratio. احنا ما عندنا نقص بروتين،
يبقى الماسل فيه ماسل ويستنج بسبب نقص البروتينز. يبقى اذا السبكوتينيوس فات ما هو بياخد كربوهيدرات، يبقى الريشيو من الماسل للفات اختلف. ديتكتد باي سكين فولد تيكنس، يبقى ديستيرب الماسل للفات ريشيو، الماسل فيها ويستنج بسبب نقص البروتين، والفات بقى اكسس سبكوتينيوس فات بسبب زياده الكربوهيدرات. ديتكتد باي سكين فولد تيكنس، ما فيش عضلات بس في سبكوتينيوس فات. اخر نقطه تانية، ان ما تنساش ان ده جروس فيلير بس ممكن ما يبي ماسكت باي اديما ان سبكوتينيوس فات. سؤال ليكو، all of the following are true for مثلا are constant features of كواشركور، اديما، mental retardation، disturbed muscle fat ratio، gross failure، اختار ايه اللي accept. Which of the following are constant features of كواشركور؟ edema, mental changes, disturbed muscle ratio, hair changes، hair، شعر. يبقى احنا قلنا كده constant features، manifestations. اوكي هنبتدي بقى في الفاريبل فيتشرز. اول حاجه هير تشينجز، الشعر بيبقى متساقط سوفت ايزلي ديتاتشبل، يعني لو شديت خصه شعره هتطلع كلها معاك، ولونه فاتح افتح من الطبيعي. الصوره للبنت دي هي مش صبغه شعرها ولا حاجه، بنت افريقيه اما في مجاعه مثلا ولا واتيفر، المفروض ان شعرها اسود، شعرها بيبقى لايتن كلر. وممكن يبقى في حاجه اسمها فلاج ساين. يعني ايه فلاج ساين في الشعر؟ لو تبص لو مسكت خصلة شعر تلاقي اريا غامقة واريا فاتحة واريا غامقة واريا فاتحة كأنه علم، يبقى alternating light and dark بالذات with recovery. يبقى الشعر sparse متفرق بعيد عن بعضه، الكثافة بتاعت شعرها خفيف، شعر خفيف soft easily detached، لو شديت خصلة تطلع الخصلة كلها معاك، لونه فاتح افتح من الطبيعة، وممكن في حاجة اسمها flag sign with recovery. فلاج يعني علم. ايه سببه؟ سلفر كونتيننج امينو اسيدز قليله، والتيروزين مسؤول عن الميلانين بيجمنت، ده كل دي الامينو اسيدز قليله بلس نقص الكبر. يبقى سببه امينو اسيدز قليله، بروتين قليل، سلفر كونتيننج امينو اسيدز، تيروزين اند نقص الكبر. تاني حاجه في الفاريبل فيتشر سكين تشينجز، في تغيرات في الجلد. ايه فين؟ في الباتوكس والبريونيوم، كراكينج، فيشرينج، ألسريشن، هايبر اور هايبر بيجمنتيشن، سوبر امبوزد عليه انفكشن. يعني يعني متشقق وفي فيشرز وفي تقرحات وحتت غامقه وحتت فاتحه، وان توب اوف ذم ار انفكشن. ال ال السكين تشينجز اسبابها نقص الفيتامين اي، نقص الزنك، نقص النيكوتينيك اسيد، اند ديستربد امينو اسيد ميتابوليزم. يبقى اسباب التغيرات في الجلد نقص الفيتامين الف والزنك، وقلنا ايه النياكين؟ هي نياسين دي نيكوتينيك اسيد، وان اوف ذا فيتامين بي كومبلكس كومبوننت، اند ديستربد امينو اسيد ميتابوليزم. فاريبل مانيفيستيشنز نكملها برضو، هيباتوميجالي، الليفر بيبقى انلارجد وسوفت. ليه؟ دي نقطة مهمة، ثانية واحدة. في الـ variable manifestations يبقى فيه hepatomegaly، الـ liver is enlarged and soft. ليه الـ liver enlarged و soft؟ لو بصيت في الكوزما أنا كاتبين accumulation of fat and glycogen due to decreased lipotropic factors. يعني إيه lipotropic factors؟ حد يقول كده اللي يطلع في مخه. lipo يعني دهون. أي من lipid factors مسؤول عن lipid digestion، lipid metabolism. lipotropic factors. ما سمعتش عن مين هم lipotropic factors؟ lipo
درستهم في الفسيولوجي والباثولوجي وفي الفسيولوجي بالذات لايبوبروتين. هما بروتينز هما بيحركوا مسؤولين عن حركة الليبيد إنما هما أساسا إيه بروتينز. يبقى اللايبوبروتينز هيبقى في نقص ولا لا؟ هيبقى في نقص. يوم يتراكم الفات والجلايكوجين على الكبد يبقى يوم الكبد يبقى enlarged and soft. تاني الفات المجلي one of the variable manifestations ممكن تبقى موجودة أو مش موجودة. الليبر بي enlarged و soft يسابه accumulation fat and glycogen due to decreased ممكن بدل ما تقول lipotropic factors lipoproteins proteins دول proteins lipotropic factors. في حاجة اسمها nutritional recovery syndrome more enlargement of the liver with initiation of treatment ساعات بنشوفها in the first few days due to storage of more lipid. الأول بيحصل storage of more lipid فممكن إيه يكبر شوية الليبر يبقى ده pathomegaly. Remember, hepatomegaly is variable feature, damage constant, and fatty infiltration is constant. Lipoproteins, lipotropic factors. طب دكتور ليه الليفر هيكبر أكتر بعد ما نبدأ التريتمنت؟ مش التريتمنت أصلاً هيبقى معظمه في حالة تخزين فبيجمع ليبيد أكتر. وهي يعني مش عشان هيبقى في lipoproteins يعني؟ لأن عليها كلام أساساً عليها كلام whether it is true, really true ولا لأ بس يعني نيوتريشن ريكفري سيندروم دي الليفر بيكبر اكتر لان في بدايه التريتمنت بيجمع بيأكيوميليت ليبيد اكتر بس سمبل از ذات. تمام. اخر حاجه فاريبل مانيفيستيشن في جي اي تي انوركسيا. خلي بالك المرازمس كان على طول جعان ده فقدان للشهية. المرازمس بتاع نقص الكالوريز على طول هانجر ومش ويريتابل وكراين بيعيط وجعان بيعيط انما ده عنده اباسي قلنا في المينتال تشينج. يبقى ايه اسباب الجي اي تي مانيفيستيشنز؟ انوركس المينتال تشينجز ان انفكشن عنده انفكشن وعنده مينتال تشينجز فعنده فقدان للشهيه والفوميتنج عنده جاسترو بيتعرض لجاسترونترايتس يبقى فيه فوميتنج ودايريا بيبقى فيه ميكوزال دامج بسبب الجاسترونترايتس. يبقى variable manifestations anorexia vomiting diarrhea أسباب anorexia mental changes أو infection أسباب vomiting gastroenteritis أسباب diarrhea إما gastroenteritis أو حصل damage و flattening للintestinal villi الميكوزا بتاع الintestinal villi. ثم vitamin deficiencies variable manifestations vitamin A vitamin B vitamin C vitamin K والنياسين قلنا النياسين ده one of the B complex vitamin وليه اسم تاني اسمه نيكوتينيك أسيد عشان في بعض الكتب بتسميه كده. فيتامين A نقص طبعا كلام سهل بقى فيتامين A كيراتوماليشيا زيروفسالميا نايت بلايندنس بيتو سبوت في الكورنيا. فيتامين B ستوماتيتس وجلوسايتس التهاب في الفم والتهاب في اللسان بسبب الأريبوفلافين نقص الأريبوفلافين. بيري بيري ده مرض نقص الفيتامين B بيعمل أتاكسيا وهارت فيلير. فيتامين سي بيعمل سكيرفي هو الاسكربوت سمعت الكلمه دي قبل كده سكيرفي او اسكربوت ده نقص الفيتامين سي الله ينور عليك هقول لك ايه علاقته بالبحاره بسرعه الفيتامين سي ده موجود في الخضروات والموالح الفاكهه بالذات الموالح البرتقال والليمون واللي يقول لك الفلفل مش عارف يبقى خضروات مين نقص الفيتامين سي بيعمل جم بليدنج جم من الجمز نزيف الجمز وبيعمل سابري اوستال بليدنج وبيعمل مانيفيستيشنز اوف بليدنج كتيره جدا. البحاره الاسم السكيرفي ده اسم عربي اصلا معناه اسكربوت كانوا بيلاقوا مراكب جانحة على الشط كل البحارة فيها ميتين مفيش أي سبب إنهم ماتوا وكلهم لقوهم نزيف تحت الجلد أو نزيف بينزفوا من فمهم الفكرة إن البحار لما يقعد بشهور في المركب ما عنده ما بيأكلش غير سمك أو مخزن لحم مقدد يعني لحم مش عارف إيه وعيش وكربوهيدرات وبس فمفيش بيقعد بشهور مفيش أي فيجيتابلز أو فيتامين سي فيخش في سكيرفي يسموها إسكربون. ثم فيتامين كي ديفيشنسي فيتامين كي ده مسؤول عن الكلوتينج فاكتورز 2 7 9 10 كلوتينج فاكتورز ده الارقامهم يخش في هايبوبروثرومبينيميا يخش ايه في بليدنج ونقص النياسين بلاجرا ديرماتايتس ديمنشا اند دايري فاريبل فيتشرز برضو انفكشنز جاسترونترايتس نيومونيا
and anemia, iron deficiency anemia, anemia of chronic illness, anemia of infection, كل ده ايه صح. كده احنا اتكلمنا على الكونستنت والفاريبل فيتشر. الكومبليكيشنز ده مرض برضو بروتين انرجي مالنيوتريشن شبه المرض بس ريكارنت انفكشن يخش في التهاب رئوي وجاسترونترايتس عنده هايبوثيرميا هايبوغلايسيميا ديستربت جلوكوز ميتابوليزم بليدنج واتيفر بقى بليدنج ده بسبب فيتامين كي ديفيشنسي وسبب بسبب سكيرفي بسبب دخل في سيبسز ودخل في دي اي سي يعني ايه مهم في بليدنج شوك نقص الهايبوفوليميا هايبوفوليميك شوك او سيبتك شوك السيبسز electrolyte disturbance, dehydration, mineral deficiency, iron deficiency, anemia, and vitamin deficiency, vitamin D, etc. كل الفيتامين deficiency. Investigations, نعمل CBC اللي عنده anemia, leukocytosis بسبب الانفكشن. ودي بقى نقطة مهمة, serum albumin. Low serum albumin below 3.5. وبلو أكتر بكتير كمان below, من 3.5. Serum globulins decreased alpha and beta globulins. إنما لو في infection ممكن نلاقي alpha globulin عالي. Electrolytes dilution hyponatremia, hypokalemia, hypomagnesemia, hypoglycemia. Imaging ممكن نعمل chest X-ray نلاقي عنده pneumonia. Differential diagnosis other causes of generalized edema نتكلم عنها دلوقتي. Skin diseases زي ال pellagra بتعمل لي قلنا dermatitis, dementia, diarrhea. 3 ديز دايبر ديرماتايتس ده التهاب الحفاضه بتاعت البيبي التهاب البامب اللي حوالين البامبرز واذر كوزز اوف بروتين انرجي مال نيوتريشن كوز اوف جنرايز دي ما ده دي حاجه مهمه ولازم ايه نتكلم عنها كده ببساطه قلنا الاوزموتيك بريشر اوف بلاد بيحافظ عليه الالبوم وليه اسم تاني الاونكوتيك بريشر لو الانسان ما بياكلش بروتين نهائي زي الكواشر كور يخش في هايبو البومينيميا يعني الليفر مش لاقي بروتين يصنع منه الالبوم لو الانسان بياكل بروتين كويس ولكن الليفر في سيروتيك ليفر او في ليفر سيل فيلير في بروتين كويس بس الليفر ما بيصنعش الالبوم يخش في هايبو البومينيميا لو الانسان بياكل بروتين كويس والليفر بيطلع البومين كويس بس الكلى بتسرب الالبومين ده في حالات النفروتيك سندروم بتسرب الالبومين في البول يبقى تعددت الاسباب ونقص الهايبو نقص الالبومين واحد في حالات مين في حالات النيوتريشنال زي كواشر كور وحكايه الهيباتيك ليفر سيلير وحالات النفروتيك الثلاثه الميكانيزم واحد في النهايه الثلاثه ان في هايبو البومينيميا هايبو البومينيميا نقص الانكوتيك بريشر في الدم in comparison interstitial space المية بتروح للأوزموتيك بريشر الأعلى اللي هو هنا بقى الانترستيشال سبيس يوم الإنسان يورى يبقى ده الميكانيزم واحد في الهيباتيك إديمة والنيوتريشنال إديمة والنفروتيك إديمة الميكانيزم يعني قصدي نقص الأونكوتيك بريشر بس كل واحد نقص الألبوم نجيب طريقة شكل النفروتيك سندروم طبعا ده هتدرسها السنة الجاية الكواشر كور قلناها بس الأساتيز is very rare لو هيباتيك بيبقى في جونتس هيباتوميجالي الاخ لو عندي ليفر سيل فيلير او سيروزز او واتر طب الكاردياك اديما دي قصه تانية بالرغم انها بيتنج اديما ان الميكانيزم مختلف جدا رايت سايدد هارت فيلير يعمل لي كونجيشن في الفينس سايد نرجع للفينس لغايه الفينيول الصغير خالص اللي الكابيلري هتفضي فيه الفينيول الصغير فيه كونجيشن للدم لان الرايت سايد اوف ذا هارت فيه فيلير الدم جاي عادي خالص من الارتريول دخل على الكابيلري الكابيلري قلنا فيها بورز المفروض هيروح للفينيول لقى في زياده في الفينس بريشر جامد جدا ولو عايز تبقى دقيق وعلمي اكتر بنسميه انكريز في الهايدروستاتيك بريشر ضغط المائي مش المائي نقصد بيه يعني ده حاجه في الفيزياء يعني انكريز هايدروستاتيك بريشر اون ذا فينس سايد طيب بس الكابيلاري فيها بورز فيها خروم تاني ارتريول الدنيا زي الفل دخلنا في الكابيلاري الدنيا زي الفل لقينا الكابيلاري هتفضي في الفينيول الفينيول ايه بريشر فيه عالي يوم الميه من خلال البورز تروح للانترستيشال سبيس ده ميكانيزم مختلف خالص هل هنا عندنا مشكله في الاوزموتيك بريشر ما لناش دعوه مفيش مشكله في الاوزموتيك بريشر فيش مشكله في الانكوتيك بريشر ولا البوم ولا غير خالص دي حاجه تانية خالص ميكانيزم تاني خالص يبقى الكاردياك اديما سببها انكريز الهايدروستاتيك بريشر اون ذا فينس سايد بسبب رايت ان حالات ايه رايت
sided heart failure, right side. تاكيكارديا، تاكيبنيا، تندر، هيباتوميجال. طب آخر حاجة، آخر نوع من أنواع الجنراليز إديما، الأنجيو إديما بسبب الألرجي. واحد أكل حاجة عنده ليها سبير، راح دخل إيه؟ إكسبوجر، إيتشنج، أرتكاريا، ويلز، وحوشه كله نفخ 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 نفخ. هنا سبقها هذا في الكابيلاري بيرميابيليتي. فهمتوا يا جماعة كده الأنواع الكوز أوف جنراليز إديما ولا لا؟ دكتور بعد إذنك ممكن سؤال؟ أيوة. هو الأسايتس ليه رير في الكوشوركر؟ لأن ما بيحصلش، ما عنديش مشكلة في السبلانكتنك، يعني النقطة دي ما عندناش مشكلة في السبلانكتنك يعني. رير في الكوشوركر. دكتور عندي سؤال لو سمحت. أيوة دكتور، ايش هي الحالات اللي بتكون فيها نون بيتنج إديما؟ يعني عشان تفرق نون بيتنج إديما ده قصة، ده احنا كده طلعنا بره موضوع خالص. احنا هنا ذكرنا ما فيش وقت يعني بعدين نتكلم على النون بيتنج إديما. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في البروتين انرجي مال نيوتريشن، اتكلمنا ان في بيتنج إديما نيوتريشنال واسبابها بالمره، فهنطلع يعني في الديفرنشال ده لحاجة تانية مش ما يعني ممكن مثلا بعد المحاضرة أو ممكن لما أشوفكم في المحاضرة نتكلم في الكوز أوف نون بيتنج إديما. موضوع الثالث مارازمك كواشركور. يعني إيه مارازمك كواشركور؟ يعني مارازمز وتحول لكواشركور، ولا كواشركور تحول لمارازمز، أو إيه؟ الاثنين صح أو الاثنين ممكن يحصلوا. إزاي؟ كواشركور بيشنت ما بياخدش بروتينز، بياخد كربوهيدرات، قللت له كمان الكربوهيدرات، قللت له التوتال كالوريز، ام دخل في حاجه اسمها مارازميك كواشر. او مارازميك بيشنت جيت تعالجه عالجته بكربوهيدراتس بس ما اديتلوش بروتينز، ام دخل في ما نسميها مارازميك كواشر. يبقى الاتيولوجي اوف مارازميك كواشر كور، يا اما كواشر كور بيشنتس ويز كربوهيدرات ريستريكشنز ابتدت تقلله كمان التوتال كالوريز من الكربوهيدراتس، او مارازميك بيشنتس بتعالجه بكربوهيدراتس بس. كلينيكال بيكتشر مارازميك بيشنت إديما وابتدى يحصل له لص سبكوتينيوس تيشو بسبب كربوهيدرات ريستريكشنز، او مارازميك بيشنت عنده ويستنج وابتدى تظهر عنده إديما. ده منظر لمارازميك كواشركور كاركترايز باي إديما ان ذا ابدومن لوور ليجز اند فيت. اوكي، وده سيفير. المرض الرابع اللي هنتكلم عنه اللي هو نيوتريشنال دوارفيزم، ولاحظ ان ده اكثر حاجه شيوعا في الشعب المصري. لو نرجع تاني للسلايد اللي اتكلمناه في الاول، ان اليونيسيف قايله ان 21% من الاطفال المصريين في تقرير 2014 يعانوا من التقزم. ولو خدت بالك في اعلانات وحاجات وتوعيه، التقزم 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 ابتدت تطلع في التلفزيون والراديو وما شابه ذلك، بالذات من سنة وسنة ونص سنتين كده كانوا بيجيبوا السيرة دي كتير. Nutritional dwarfism most common form of childhood undernutrition. Mild to moderate form of chronic undernutrition. Short stature, underweight and recurrent infection. مفيش wasting ومفيش كتير. ده ولد قصير. لو بصيت عايز أوضح لكم حكاية الأسر ده وعلاقته بالsocio-economical status. لو انت نزلت حتة عشوائية وبصيت على الشباب مثلا سواقين الميكروباص وسواقين التكاتك وما شابه ذلك في سنكو 20-21-18، لو بصيت عليهم من بعيد كده بصورة جلوبال كده بنظرة فاحصة هتلاقيهم اقصر من انت لو دخلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ميدل وأبر سوشال كلاس، وبصيت على الطلبة من بعيد كده بنظرة فاحصة من بعيد هتلاقي ان في المناطق العشوائية هتلاقيهم قصيرين بالنسبة ليكم. اكيد في واحد فيهم طويل واكيد في واحد فينا قصير، يعني انا بتكلم ان جنرال تلاقيهم عاملين زي كأنك في ماليزيا او ما شابه ذلك. يعني بصورة عامة السوشيو اكونوميكال ستيتس ادت الى اللو سوشيو اكونوميك ادت الى نيوتريشنال دوارفيزم، وواضح اكتر في اللو سوشيو اكونوميكال ستيتس. مفيش نو ويستنج ومفيش ايه اديما. Prevention of protein energy malnutrition. General measures, environmental sanitation,
سوشيو ايكونوميك ديفلوب، تطور الوضع الاجتماعي والمادي، ادكويت فود سبلاي، بريفنشن اوف انفكشن، تشجيع الرضاعه الطبيعيه وتوعيه الامهات باهميه الرضاعه الطبيعيه، ان هي ذا سمبلست تشيبست موست افكتيف ميثود، هيلث ايديوكيشن توعيه صحيه، نيوتريشنال ايديوكيشن توعيه غذائيه والفاليو اوف بريست فيدنج وبروبر ويننج وازاي تعمل فطام مظبوط، regular assessment of child health growth pattern، المفروض الطفل هو بيروح الزياره في الوحده الصحيه او لطبيب الاطفال او الممارس العام كل فتره بيحط بيشوف assessment growth curves بتاعته، وزنه والجروث بتاعه pattern بتاعه ماشي ازاي. regular assessment of nutritional status، early manifestations of nutritional disorders، proper management of childhood infections especially gastroenteritis و proper antenatal care. ال management of protein energy malnutrition هنعالجه بقى، يا اما hospital هنعالجه في المستشفى، يا اما nutritional management هنعالجه علاج غذائي في البيت او ممكن يكون في الهوستل. طب امتى يخش الهوستل وامتى يتعالج في البيت؟ indication for hospital management moderate، كلها حالات severe، moderate or severe kwashiorkor، يعني kwashiorkor moderate او severe، marasmic kwashiorkor، marasmic kwashiorkor this is a serious condition، ده عندي مشكله في نقص كالوريز وكمان عنده اديما، او third degree marasmus وفي senile features، او ظهور complications زي نمونيا التهاب رئوي sepsis DIC whatever دخل ايه في severe complication. يبقى احجز الطفل في moderate او severe kwashiorkor او في مارازمك كواشركور او سير ديجري مارازمس او حدوث اي كومبليكيشن سيريس. مانجمنت بلان في المستشفى، احنا بنعمله ستابيلايزيشن ونعالج الكومبليكيشن، لو في سبسس نعالجها، لو في نيمونيا نعالجه، لو في شوك نعالج الشوك بانترافينوس فلويدز رينجر لاكتيت، لو في ديهايدريشن بندي انترافينوس اي في فلويدز، الكترولايتس should be corrected, hypoglycemia corrected, anemia need the packed red blood cells, hypothermia adequate closed or radiant form. يبقى قلنا indications for hospital and ill management plan. علاج الانفكشن والشوك والالكترولايتس والديهايدريشن والانيميا والهايبوغلايسيميا والهايبوثيرميا. طب والنيوتريشنال مانجمنت سواء عالجنا بقى سواء في الهوم او هوسبيتال ماشيه ازاي؟ في المارازموس والكواشر الراشنال، في راشنال المنطق التارجت بتاعنا ايه؟ في المارازموس عايزين نوصل ل 150 كيلو كالوري بير كي جي بير داي، وفي البروتينز عايزين نوصل ل 4 ل 6 جرام بير كي جي بير داي. خلي بالك 150 كيلو كالوري بير كي جي بير داي دي عاليه جدا، ازاي نوصل لها؟ والبروتينز 4 ل 6 جرام دي عاليه، ازاي نوصل لها؟ في المارازموس تايب اوف فود اكوردنج تو ذا ايج، ميلك فيد، لما بتدي اللبن للطفل ميلك فيد يعني طفل لسه بيرضع، ادي لاكتوز فري، لاكتوز فري فورمولا يعني منزوع اللاكتوز. ليه؟ لان بسبب المارازمس العنيف بيبقى عندهم نوع من انواع مؤقت فلاتنج للفيلاي وعنده لاكتوز انتولرنس، يبقى نقص اللاكتيز انزيم في الجت مؤقت بنسميه، يبقى عنده تمبري لاكتوز انتولرنس. فلما تديله اللبن فيه لاكتوز هيخش في مشاكل ودايريه، دايريه اكتر ومشاكل، يبقى انا في الاول اديه لاكتوز فري فورم. طيب لو الطفل ده وين كبير، هنا بقى عايز اوصل الكالوريز التارجت بتاع 150 كيلو كالوري بير كي جي بير داي، بس عن طريق ادي كربوهيدرات، التوازن بقى الغذائي الطبيعي 50% كربوهيدرات، ليبيدز 35% وبروتينز 15%. طب في كواشر كور، وانا شايف ان كلمه مور ديفيكال دي يعني ما يعني مش ما علينا، اكوردنج تو ذا ايج ميلك فيد برضه لازم ادي لاكتوز فري، مي بي يوز انيشالي ذن ستارتد ذن ستاندرد فورم. في الويند انفانت طفل ويند لازم ازود بقى البروتين بصوره جامده جدا، هاي بروتين دايت زي الايج والميت والتشيكن والبينز او البلانت سورس اوف بروتينز الموجود في الفيجيتابلز والبقوليات اند فروتس. الاماونت ما بخشش مره واحده على التارجت اللي انا كاتبين 150 كيلو كالوري و6 جرام بير كي جي بير داي بروتين، ما بخشش كده، ارجع تاني ده التارجت الراشنال بتاعي.
طب ازاي في المرض ابتدي ب 75 كيلو كالوري بير كي جي بير داي وازود الاماونت واحده واحده اكوردنج للتشايلد تولرنس على حسب تقبل الطفل لغايه لما اوصل للتارجت بتاعي اللي هو 150 كيلو كالوري بير كي جي بير داي. كل يوم ازيد ب 10 كيلو كالوري بير كي جي بير داي يبقى انا تاني ببتدي ب 75 في المرازمس ببتدي 75 كيلو كالوري بير كي جي بير داي وازود الاماونت كل يوم ب 10 كيلو كالوري بير كي جي بير داي لغايه لما اوصل للتارجت اللي هو في الصفحه اللي قبليها. الروت اورال ولو لا يتقبل حاله صعبه لا يتقبل الاورال ممكن سلو نيزو جاستريك تيوب. في الكواشر كور برضو نرجع تاني التارجت بتاعي 4 ل 6 جرام بير كي جي بير داي ببتدي ستارت اون 1 جرام بير كي جي بير داي وازود الاماونت الكونسنتريشن اكوردنج تو ذا تشارت على حسب تقبل الطفل. برضو اورال او نيزو جاستريك تيوب اف ذير از ماركت ابريكسيا خلي بالك ان يمكن كاتبين ان كواشر كور از مور ديفيكلت عشان بيبقى عنده انوركسيا جامده جدا مش راضي يتقبل اكل الكواشر كور على طول جعان لو خدت بالك هانجر وعنده جود ابتايت انما ده عنده اباسي ولاك اوف انترست سراوندنج ومش عايز ياكل يبقى اف ذير از ماركت انوركسيا وممكن ندي توتال بارنتال نيوتريشن تدي فيتامينز فيتامين اي المعادلات اللي انت شايفها دي سهله يعني مش محتاجه شرح فيتامين بي سي دي اند فوليك اسيد ايرون 4 6 ملغ بير كي جي بير داي اند زنك. كومبليكيشنز اوف تريتمنت دايريا ديو ترانزيت كاربوهيدرات انتولرنس لاكتوز انتولرنس قلنا نيوتريشنال ريكفري سندروم ممكن يبقى فيه سوفت انلارجد ليفر. سيكونس اوف امبروفمنت في كواشر كور ازاي الطفل ده بيتحسن اول حاجه المود بتاعه الحزين البائس اللي بعد كده الابيتايت لان الاديمه بتقل وفاينلي الماسل بالك والاديمه تختفي يبقى المود بتاعه المزاج بتاعه بيتحسن ثم الشهيه ثم الاديمه تقل وبعدين الماسل بالك تبتدي تتحسن وبعد كده الاديمه تختفي. دكتور عندي سؤال دكتور النيوتريشنال ريكفري سيندروم اذا صار مع الطفل وانا بعالج فيه هذا الشيء ايش اعمل يعني اكمل العلاج حاجه ترانزيت اكمل العلاج عادي لا ده مش مرض يعني انتوا برضو فاهمين الكلمه غلط مش مرض يعني لا ده حاجه بيحصل الليفر بتاعه يكبر شويه واكيموليشن شويه فات شويه وبعد كده كل ده يختفي يعني ساين نوت زد ات از ا ساين حاجه بتحصل يعني خلي بالك يعني ما تتخضش الوادي ابتدى يخف بس الليفر عمال بكبر اكتر شويه لا ده نيوتريشنال ريكفري سندروم هتختفي مع الوقت. تمام شكرا. اخر موضوع هنتكلم فيه اللي هو الفيلير تو سرايف. الفيلير تو سرايف ات از ا ستيت اوف اندر نيوتريشن يعني حاله من كلمه ثرايف يعني ايه بالانجليزي نماء النماء فشل في النماء والازدهار دي حالة under nutrition ما فيش كالوريز كفاية أو الكالوريز لا تمتص أو في فقدان للكالوريز بزيادة بيفقد عنده مثلا malignancy والكالوريك expenditure بتاعه عالي. الإثيولوجي بتاع failure to survive non-organic social أو environmental organic medical أو multifactorial يعني حاجة بتشمل biological, psychological, social and environmental contributors. في 80% من الحالات ما بنلاقيش سبب واضح ان احنا نقول ليه الطفل ده عنده فشل في النماء failure to thrive. يبقى عندي اسباب non-organic, social او environmental عامل اجتماعي او عامل بيئي او اسباب طبية او اسباب متشابكة طبية على نفسية على اجتماعية على بيئية وفي 80% من الحالات ما بنلاقيش سبب واضح ليه في failure to thrive. non-organic اللي هي 95% من الحالات. أول حاجة inadequate availability of food، ما فيش أكل يعني. feeding problems، insufficient breast milk، ما فيش لا من الأم غير كافي. أو تحضير الفورمولا مش مضبوط. أو في feeding disorder عنده anorexia. أو infant difficult to feed، الطفل ده صعب غلس في أكله زي ما بيسموه يعني. الفود انسيوتابل اكل مش مناسب لسنه او انسفيشنت غير كافي او الوضع الاجتماعي والاقتصادي بتاع العيله وبتاعه ايه قليل ده بنسميه ان ادكويت افيلابيليتي اوف فود.
او سايكولوجيكال ديبريفيشن، حرمان نفسي، او بور ماتيرنال انفانت انتراكشن، بور ماتيرنال انفانت بوندينج. دي ابتدينا كانت زمان هي شائعه جدا في الغرب والدول الغربيه، ابتدينا نشوفها في بلادنا يعني. بور ماتيرنال ايديوكيشن او ماتيرنال ديبريشن او فاميلي بروبلم، ديفورس، سنجل مادر، لاك اوف سبورت، كل ده في سايكولوجيكال ديبريفيشن. ام بتشتغل الصبح، في ام بتشتغل من الصبح، عامله في نادي، تطلع من النادي تشتغل في البيوت، تعمل ايش عارف ايه، ترجع البيت اخر النهار. في ماتيرنال طبعا ايه، سايباه مع اخته الكبيره، سايباه مع جدته، نيجلكت اور تشايلد ابيوز. ثم اورجانيك كوزز، ودي 5% اسباب طبيه ميديكال. ان ادكويت التيك، واحد عنده كليفت بالات، سيريبرال بولسي، كونجنتال هارت ديزيز، مش قادر يرضع، كليفت بالات بيشرق، سيريبرال بولسي برضو في تشوكينج، كونجنتال هارت ديزيز، عنده ديسنيا، يرضع شويه وينهك شويه، يرضع شويه وينهك شويه. كرونيك إلنس ليدنج تو انوركسيا، زي كرونيك رينال فيلير، ده على طول عنده انوركسيا، ليفر ديزيز، عنده انوركسيا مش راضي ياكل. ان ادكويت ريتينشن، يعني الاكل لا يبقى في جهازه الهضمي، عمال بيرجع، سبير جاستروسوفجيال ريفلكس. ان ادكويت ابزوربشن، مال ابزوربشن، سيستيك فايبروزز او سيلياك ديزيز. وقلنا ايه هو مرض السيلياك؟ ده استعداد وراثي لعدم تقبل الجسم الجلوتين بروتين في الويت، في القمح، القمح والشعير وما شابه في السيريالز. الانسان ده ياكل قمح، يتعرض للجلوتين، يخش في سبير مال ابزوربشن، ويحصل فلاتنينج في الانتستينال فيلاي، ومشاكل كبيره جدا. كان زمان مرض السيلياك ده، واحنا قدكم كانوا يقولوا لنا ده شائع في الدول الاسكندنافيه، وفعلا فنلندا والسويد والنرويج ومش عارف ايه شائع جدا، وكلهم بيعملوا الاختبارات بتاعته. لكن وبيقولوا كان مش موجود عند المصريين، لكن للاسف بقى موجود برضو، بقينا نشوف السيلياك ديزيز بكثره في المصريين. يبقى دايما امراض المال ابزوربشن، لما الانتستينال فيلاي تبقى فلاتن، ياكل اللي ياكله بقى، مش هيحصل له ابزوربشن، هينزل في البراز. ان اسباب الاورجانيك نكملها، ان ادكويت ميتابوليزم، فيلير تو يوتيلايز نيوترينز، زي مثلا امراض ان بون ايرورز اوف ميتابوليزم، ميتابوليك ديس اوردرز في الامينو اسيد ميتابوليزم، وستورج ديزيزز، كروموزومال ديس اوردرز زي داون سيندروم، او اندوكراينال دايابيتس ميليتس تايب 1، هايبوثايرويديزم، كل ده في ان ادكويت ميتابوليزم. او increased requirement او expenditures بتاع الكالوريز، هو عايز requirement زيادة، الميتابوليزم بتاعه عالي جدا، مليكس، او بعض chronic infections زي HIV and thyrotoxicosis، زيادة في الغدة الدرقية، ده عايز كالوريز زيادة مش مكفية. diagnosis، present history، nutritional history، developmental history، family, neonatal and psychological history. لما تاخد history، present history، اي medical problem، عنده مشاكل cardiac، chest، abdominal، neurological، nutritional history. وانا مثلا لما اجي اسال ام وانا شاكك ان في مشكله غلط في الدايت، ما تسالهاش بياكل ايه، تطلب منها دايري، يعني دايري يعني ايه مذكره، تقول لها قولي لي بيصحى الصبح ياكل ايه، وبعديها اكلتيه ايه، وبعديها النهارده وامبارح واول امبارح في خلال الاسبوع اللي فات. ده food diary of a few days عشان تعرف، لان انت قلت لها اكلتيه بيض مثلا، اكلتيه وخلاص، امتى ممكن ده من شهر، ممكن مره كل اسبوعين. يبقى انت لما تطلب منها food diary، مش food diary يعني هتكتب لك مذكراتها، يعني ببساطه كده، السبت اكل ايه، والحد احنا مثلا، والحد فطر، يصحى الصبح ياكل ايه، وبعدين يتغدى ياكل ايه، وبعدين تعرف تقدر تحدد النيوتريشنال بروبلم. developmental history، family history، the growth of other family members، اخواته اتعرضوا للمشاكل دي برضو، او اي illness in the family. تسال neonatal history، لو الطفل ده ولد بريماتور او IUGR intrauterine growth retardation، بيبقى عندهم مشكله في البروستيتال هرمون، وبيبقى اكثر عرضه للتقزم من الاخرين. psychosocial history is essential for detecting maternal او patient depression. الاكزامينيشن الموضوع هنا يعني ايه، سهل، احنا عايزين تو ايدنتيفاي ذا كوز، لو قدرنا نحدده اورجانيك ونون اورجانيك. جنرال اكزامينيشن، تشوف ديسمورفيك فيتشرز زي داون سيندروم، زي الامراض كروموزومال، او ان بعض الانبورن ايرز وميتابوليزم، او لوس اوف فات، في ماسل ويستنج، وتعمل ديتيل سيستم اكزامينيشن عشان تقدر لو قدرت توصل ايه للسبب. انفستيجيشن، احنا
احنا قلنا السبب صعب، بيبقى صعب تحديد معظم الحالات، بس العلاج لما نيجي للعلاج نلاقي العلاج شبه تقريبا واحد او سهل. روتين لابوراتوري تيستينج ايدنتيفاي ذا كوز ان ليس ذان 1% اوف تشيلدرن نوت جنرالي ريكومند. لو حصل هوسبيتاليزيشن اوبزرف فيدينج فيرد انفستيجيشن سسبشن اوف ابيوز اور نيجلكت. المانجمنت عندنا هوم مانجمنت وعندنا هوستل مانجمنت. هوم مانجمنت كل انا معظم الاطفال نقدر نعالجهم في البيت عن طريق ممارس العام او دكتور الاطفال او فاميلي دكتور. في بعض الحالات وده نادر يعني او بنشوفه بره، بيبقى في تيم مكون من البيدياتريشن والنيوتريشنست والديفلوبمنتال سبيشالست ونيرسز وسوشيال وركرز. طبعا الكلام ده يعني يا ريت نشوفه في مصر بالصوره الواضحه المكتوبه كده. يعني بالمنطق هوسبيتال مانجمنت في حالات السيفير مال نيوتريشن او كومبليكيشن، والنيوتريشنال مانجمنت از مين لاين اوف تريت regarding the etiology. ليه؟ لان انا خلي بالك قلنا ان احنا ما بنقدرش نحدد الايتيولوجي بسهوله كده. الهدف ان احنا عايزين نديله مره ونص التايمز الاكسبكتد كالوريك ديماند بتاعه. يبقى انت في النيوتريشنال مانجمنت في الفيلير تو سترايف عايز تدي 1.5 تايمز ذا اكسبكتد كالوريك انتيك بتاعه for their age for catch up. يبقى هو لو مثلا محتاج 100 كيلو كالوري في اليوم for example اديله 150، يبقى ده الهدف بتاعك بغض النظر عن اسمعوني بس بغض النظر عن الايتيولوجي اورجانيك نون اورجانيك. بقول لكم ما بنقدرش نوصل للسبب في معظم الحالات. يبقى الهدف ان انا عايز ادي مره ونص الكالوريز احتياجاته من الكالوريك ديماند بتاعه في الفورمولا. طب طفل بيرضع فورمولا فيد ازود الكونسنتريشن اوف ذا فورمولا جرادوال. يعني في لقلبان مكيال على 30 سنتي، مكيال ممسوح من اللبن البودره على 30 سنتي، يبقى مكيال ونص على 30 سنتي مثلا جرادوالي مش مره واحده. For order infants increase the caloric density of the food. يعني ايه كالوري؟ زياده كثافه الكالوريز في الاكل by adding butter oil or other high caloric value for the child. كانوا زمان اي حاجه يعني زمان خلي بالكم كان زمان مثلا في الدمرداش وابو الريش يحطوا زيت ويحطوا كل حاجه زيت وزيت زيت 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 لان الزيت ارخص من الباتر عشان عايزين نعلل الكالوريك دنسيتي اللي محتاجها. يبقى for older infants increase the caloric density of the given food by adding butter oil or other high caloric value food. وطبعا تدي فيتامينز اند مينرال سبلمنتيشن. لو انت وصلت حاضر لو انت وصلت للكوز ان اسوشيتد كومبليكيشنز هتعالج انجات الهارت عالجه جاستروسوفجيال ريفلكس عالجه. خلي بالك الموضوع ده كله معظمه بس فهم وحفظ يعني ما فيهوش حاجه. كنت عايز تقول ايه؟ طيب سامعك تمام. في فور فورمولا فيد انفنت ليه بنزود الكونسنتريشن جرادوالي؟ كويس عشان اقرا نمبر ايه في الهوستل. نيوتريشنال ماجز از مين لاين ريجاردنج ذا ايتول ريكواير مور ذان 1.5 تايمز الاكسبكتد كالوريك نيد. انا عايز الاكسبكتد كالوريك نيد بتاعته تبقى مره ونص. اللبن معمول ان هو يديك الكالوريز العاديه بتاعته. لما زود تركيز البودره في اللبن في الميه يبقى انا زودت الكالوريز مره ونص. مش ده الايم بتاعك؟ مرة ونص تايمز الاكسبكتد كالوريك نيدز يوم ازود الدنسيتي بتاعت اللبن الصناعي انكريز ذا كونسنتريشن اوف ذا فورمولا جرادولي. بس قلنا جرادولي عشان 1.5 تايمز دي. اما اللي بياكل عادي بياكل ما بياخدش ده ويحط له بقى زبده كتير ودهون كتير عشان نزود الكالوريك دنسيتي بتاعته. مش الدنسيتي بتاعت الفود، كالوريك دنسيتي يعني المعلقه فيها كالوريز عاليه جدا. لما ياكل معلقه الاكل ده وعليها زبده تقيله يبقى كل معلقه فيها كالوريك دنسيتي عالي. ان فيتامين مينرالز. نعم مش ده السؤال. السؤال ليه جراديوال؟ ليه بالتدريج؟ ليه ما مش مره واحده؟ هيرجع مش هيتقبل الكلام ده.
هو انا لما لو انت مثلا اكلك قليل وفجاه زبده وزيت ومش عارف مره واحده مش هتستحمل جرادوال واحده واحده عشان الجات بتاعته تتقبل ده عشان الجاستروينتستينال سيستم يتقبل ده وشهيته تتقبل ده. management of the cause and the associated complications قلنا congenital heart disease او تعالج اي لو لقيت cause تعالجه او في reflux عليه. prognosis and outcome دي جمله كده اعتراضيه او مكتوبه باراجراف اعتراضي كده للتنبيه يعني لفهم الموضوع. في اتفاق عام في العالم ان severe prolonged malnutrition اللي هو اكثر شيوعا في الدول الناميه can negatively affect child future growth ممكن يؤدي later on stunting and cognitive ده تفكير cognitive and academic development. بقى في اتفاق عام بين علماء الطب في العالم ان في الدول النامية prolonged malnutrition ممكن يأثر على طوله وعلى ذكائه وتفكيره وتطوره في المستقبل. والاطفال اللي عندهم history of failure to thrive are at increased risk for recurrent failure to thrive and their growth should be monitored closely. يب خلي بالك اللي جاله فيلر تو سرايف وعالجته ممكن يرجع تاني ويرجع تاني يبقى انت محتاج ان انت تبقى ايه تعمل له مونيتورنج كلوز. كده احنا خلصنا الـ 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 المحاضره بتاعت النهارده واتعشى منها تكون ايه وصلت لكم بسهوله يعني وسلاسة. في اي اسئله او اي حاجه عايزين تقولوها اي سؤال؟ شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. ايش بقى ان فيو سكندز فيو سكندز كده هن بالذات في شويه حاجات مهمه لازم تاخد خلي بالك الايجيبشن شيلدرن يوسف تقرير ده مهم جدا ان تعرف ان الستانتنج 21% وده عريس لو ويت فور هايب يليه الاوفر ويت 14% يليه الويستنج لو ويت فور هايب يليه الاندر ويت. النقطة الثانية اللي تهمنا في المرازمس طبعا قلنا النيتريشن كل ده كله مهم مش قصدي النقطة اللي مهمة ده مهم والتاني مش مهم لا كله مهم. الديجريز والمرازمس لازم تبقى فاهم ازاي تقييمك ليه فيرست ديجري سكند ديجري ثيرد ديجري زي ما قلناها. كواشر كور لازم تعرف ان ده مشكلته مش في الكربوهيدرات مش في التوتال كالوريز بتاعته مشكلته في البروتين وان لازم تعرف ان الكونستنت فيتشرز الاديما والمنتال تشينجز والديستربد ماسل فاشل ريشيو والجروس فيلير وتعرف ان مفيش لا يوجد تشخيص للكواشر كور بدون اديما ولازم تعرف ان المنتال تشينجز دي مش منتال ريتارديشن تاني بتسكع على الحته دي. الاديما ميكانيزم اوف اديما عباره عن نقص الانكوتيك بريشر في الدم نتيجه نقص الالبومين ونتيجه نقص الاوزموتيك بريشر المسؤول عنه الالبومين بسبب ان الطفل ما ياخدش بروتين. والاسايتس از فيري رير يتشابه الميكانيزم الهايبو البومينيميا ده مع الهيباتيك ليفر هيباتيك اديما هيباتيك اديما بسبب ليفر سيل فيلير بس هنا المشكله ان الليفر ما بيطلعش بروتين ما بيطلعش الالبومين وتتشابه مع النفروتيك ان النفروتيك سندروم الكلى بتسرب الالبومين في البول. كل الثلاثه دول الثلاث انواع دول نفس الميكانيزم نقص الانكوتيك بريشر. انما الكاردياك كوز اوف رايت سايد هارت فيلير اديما دي مشكله ثانيه دي زياده الفينس بريشر الهايدروستاتيك بريشر اون ذا فينس سايد. والانجيو اديما ده اتعرض لانتيجين عمل له زود الكابيلر امبرميابيلتي وهو اكسبوجر ده قصه ثانيه. المرازمك واشركو لازم تعرف ده يا اما طفل كان كواشر كور وجيت تعالجه عليه بتجيله عملت كاربوهيدرات ريستريكشن او مرازمك بيشنت بتعالجه بكاربوهيدرات بس فدخل في مرازمس ودي حاله سيريس حاله سيفير وان اوف ذا انديكيشنز اوف ادميشن. ده حافظ اتكلمنا عنه. في نيوتريشنال مانجمنت خلي بالك انت عندك تارجت في المرازمس انت عايز توصل ل 150 وفي الكيلو كالوري بير كي جي بير داي وفي الكاشر كور عندك تارجت تاني انت عايز تزود البروتينز 4 ل 6 جرام بير كي جي بير داي. التارجت ده بنوصل له الاماونت بنبتدي جرادوال
في الملازمة 75 ونزود كل يوم 10 كيلو كالوري بير كي جي في الدي لغاية لما نوصل إيه للأمونت بتاعنا. والكواشر كور بنزود 1 جرام بير كي جي في الدي، أصعب ممكن عشان هو عنده أنوريكسيا، بيبقى ساعات بنحتاج توتال بريتون نيوتريشن، كل ده ممكن يكون إيه ديفيكال شوية إيه فعلا. بس كده يعني إيه عملنا كده، فرينا بسرعة المحاضرة. و thank you for your attention. شكرا يا شباب. دكتور أيوة يا دكتور، هو في failure to thrive هو احنا بنزود الكالوريك انتيك علشان من غير ما نعرف السبب، بحيث ان هو مثلا لو عنده مال ابزوربشن بدل ما كان هو انا مش أنا يا بنتي يا بنتي انا دلوقتي مش عارف اوصل للسبب، مش انا بس، العالم كله معظم الحالات. فبغض النظر عن السبب هزود مره ونص، عنده مال ابزوربشن او هيمتص زياده شويه، لو انت فهمت سؤال عنده مال او زياده شويه، يبقى في اتفاق عام في العالم فهوصل بالانس بغض النظر عن السبب. بس على فكرة هو انت لو عرفت السبب مش هتعالجه، ده انت هتعالجه طبعا. اكيد طبعا. اوكي ماشي يا جماعة، يلا سي يو ان شاء الله. شكرا، يلا سلام عليكم. شكرا.